هذه العدسة من سوسو آيان، اسمها مرمر. بس باع حالتي على مود البس هذه العدسة، اريد اشوفها حلوة لو لا. تعطونا اشوفكم اياها شلون طلعت. سويت ميك اب كامل وما اعرف ايش على مود البس هذه العدسة من مرمر ماسوسو ايام، وزعجة الفين بغرفتها. شنو ليمونة مثلا في الشخصية هي طولتها وعفا عيون زرق عادي، انا عندي سوسو آيان. العنوان مال جولدن نيلز هي اربيل ناز ناز مقابل هوتيل سيبان سيبان. هذه ها هذه البطاقة تطوها اذا واحد اجى خمس مرات سالسة فري. تسوون رموش بس بار هذا كوب الشوف حلو مسوي له رموش. تسوون رموش، تسوون اظافر او ديكر او اي شيء. حاليا ومساجهم حاليا فتحوا، فاي شيء انا طبعا باشر اجي اسوي اظافر ايدي ان شاء الله. فاي شيء تسوون خمس مرات خمس جيات السادسه تكون فري. هذا عرض من جولدن نيلز. مساء الخير على عيونكم.
مباشر افتتاح احد افرع بغداد في داخل مركز بليزا. اكو جوائز كلش هوايه ودعوه عامه للجميع. جوائز وصلت لحد الان 60 جائزه مقدمه من ضفاف بغداد وجلسات تنظيف بشره مقدمه من صالون بليزا وايضا عياده بليزا للتجميل مقدمه لكم جلسات تنظيف بشره وجلسات ليزر الى اخره. كلها جوائز راح تكون للمتواجدين حصرا في الافتتاح غدا في داخل مركز بليزا الساعه 6 العصر وراح اكون انا متواجده في بغداد الساعه 6 العصر. انتظرونا وخلينا نشوفكم. الله اكبر كاكلو اي راح يعزمنا. شكرا جزيلا. اليوم احنا بضيافه كاكلو اي. يلا كل واحد يحضر حسابه. لا يلا وليان. يلا بس انا ادفع دقيقه. ايش قد اقول لك انا قلت العزيمه عليك طلبت كل شيء هوايه. انا ادفع ال 500 انت تجيبين 214000. ايش قد